هلو أجين، كتير بيجيني سؤال إذا الشاب هو اللي نهى العلاقة، هو اللي ترك البنت، ليه بيرجع بيتواصل معها؟ ليه بيرجع بيبين من لا مكان؟ ليه بيرجع برن عليها؟ ليه بيرجع بدي يبعث لها، بدي يحكي معها؟ ليه بيرجع يبعث مسجات بعيد ميلادها؟ ليه بيرجع بيبعث مسجات I miss you، الشغلات هاي اللي إحنا دايماً بنعرفها. بدي أنوه على نقطة كتير مهمة. هلا إذا الشاب هو اللي ترك البنت، هو اللي نهى العلاقة، هو اللي طلع من العلاقة وبطل بده إياها، هو بيكون ما بده البنت. نفهمها، مش شايفك دوان، مش شايفك أنه أنت الزوجة المثالية اللي راح يكمل حياته معها. نو no. هو بيكون ما بده إياكي. لا أسلوب، لا ألعاب، لا أنا أختفي، لا أنا أعمل لعبة 30 يوم وهيرجع لي ومش عارف إيش. No way. لو حضرنا 100 فيديو على اليوتيوب كيف أرجع الشخص، شخص تركنا خصوصي شاب ترك بنت، معناها you are not the one، ما بدو إياكي. نفهمها، لأنه الشاب مستحيل مستحيل يترك بنت بحبها، مستحيل يترك بنت هو شايف إنه هيكمل المستقبل معها. مستحيل، مش هيطلع أعذار، مش هيطلع حجج، ما هيحكي أنا بدي وقت لسه أكون نفسي، ما هيحكي لك استنيني 5 و6 سنين، ما هتلاقي إنه اختفى، ما هتلاقي إنه اهتمامه قله بس صار إنه يرد على الستوريز. هذا الشيء ما يكون موجود نهائي. أو يحكي لك أمي توفت، أمي أبوي أبصر شو ماله، بدي أضلني معهم، خليني بحالي. لا بالعكس، أصلاً إذا الشخص هاد الشاب هذا مر بظروف معينة، أصلا هو بده إياكي أكتر بحياته، أكتر مش أقل، مش رحي إنه يختفي من حياتي. أوكي صبايا، فنرجع لنقطة السؤال الأولاني، ليه الشاب بيرجع إذا هو اللي تركنا؟ بيرجع لأنه هو عارف إنه أنتي دايما واقفة، كل ما يترك وينهي العلاقة هو بيرجع بلاقيكي مكانك، مش عم تتحركي، عم تستقبلي نفس الاستقبال زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله. والأحلى من هيك إنه في شباب ما بيتشافوا أو بيتخطوا من العلاقات اللي بيكونوا متعلقين فيها، لأنه الموضوع بتكون عندهم زي الإدمان، متعلقين فيها، يعني ما بيكون متعلق فيكي، هو بيكون متعلق بالعلاقة. أوكي، فهو بيرجع على الشعور اللي هو متعلق فيه، فهو أنت بتفكر إنه بيرجع لك وبدي يصلح الموضوع، لا هو بيرجع للشعور فقط، إنه بدي يرجع يحس نفس الإحساس اللي كان يحسه معك. فهو بيكون عارف إنه أنت ما عندك القوة إنه تتركي هاي العلاقة، إنه أنت مش حابة حالك كفاية لتكسري حاجز الخوف وتسكري الباب وتمشي بحياتك. يكون عندك المعرفة والمعلومات الصح إنه هذا الشخص فعلا ما بده ياني، هو بس فعلا هو بيرجع لاني انا اخر خيار، انه هو مش ملاقي الشخص اللي هو بدور عليه. لما يكون عندك هاي القوة تعملي كل هدول الشغلات وتكوني عم تعرفيهم، ساعتها مش هيرجع، لانه هيلاقي انه الباب مسكر. بس للاسف صبايا كتير بيضلوا واقفين مكانهم، كتير كيف بدي ارجع هذا الشخص؟ كيف ترجع اذا هو تركك، اذا هو بده اياكي؟ نحاول نحب حالنا أكتر ونعرف إيش إحنا بدنا بحياتنا، إيش بدنا بكل علاقة مع شخص هو بدخل حياتنا. ما بينفع إنه حياتي ضل هيك لأي حدا يطلع ويدخل فيها على مزاجه. أوكي، نحب حالنا أكتر ونعرف إيش بدنا أكتر حتى نعرف كيف نتحكم ونسيطر على حياتنا بشكل أكبر. فنهاية هذا الفيديو، باي.